الدكتور محمد عبد الستار وزير الأوقاف أن المجتمع السوري يرفض خطابات الكراهية والحقد والطائفية والتكفير. أئمة وخطباء المساجد في سوريا أكدوا في خطبة الجمعة أن رجال الدين مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى توضيح حقيقة الفكر التكفيري وأصحابه ودحض فتاوي الدم والقتل والرد عليها. وخلال خطبهم في صلاة الجمعة قال الأئمة والخطباء إن الإسلام دين توحيد وحوار وتفكير لا دين تفرقة وعصبية وتكفير، موضحين أن أسس الدعوة الإسلامية كانت الهداية بالكلمة، ومعتبرين أن كل الدعوات التي تستخدم العنف والفكر المتطرف هي بعيدة ولا صلة لها بتعاليم الإسلام. هل يجوز أن يقتل بعضنا بعضا وأن ننكل ببعضنا البعض تحت دعاوى أو فتاوى تكفيرية؟ كيف يجوز ذلك؟ ومحمد بن عبد الله قال: كل المسلم على المسلم حرام، حرام دمه وماله وعرضه.